تعال نشوف بقى كابتن اكرامي بقى، جبناه صوت وصوره اهو. يعني بشكر الزملاء في الخارج جدا، طبعا احنا تعبينهم بفيديوهات كتيره جدا، لكن تعالوا نشوف الكابتن اكرامي وحش افريقيا وحارس المرمى الشهير واحد حراس مرمى مصرنا الحبيبه على مر تاريخ كره القدم المصريه وحارس مرمى النادي الاهلي، قال ايه رغم ان هو اهلاوي لكن قال ايه. تعالوا نروح ونشوف ونرجع تاني. نادي الزمالك عنده حق، لان اتحاد الكوره ايديه مرتعشة في اتخاذ القرار، وفي اهانه زي ما انت بتقول بالنسبه للجواب. اذا كان رمضان صبحي ما استحملش لما الاهلي قال له هديك ساعه ترد عليا، يعني الاهلي قال لي رمضان صبحي ساعه وترد عليا، الراجل ما استحملش ومشي. يعني دي الاسباب الظاهريه، الاسباب الظاهريه اللي رحيل رمضان صبحي. تبعت لنادي الزمالك تقول له ساعه يعني انا بجل كل تقدير واحترام لحتى الاهلاويه اللي بيقولوا كلمة حق بغض النظر عن انتمائهم، هو انتمائهم بيشرفهم اكيد وده باختيارهم.